ميكنة الخدمات النقابية ونهج اللامركزية. في ظل خطة التحول الرقمي لتمكين النقابات الفرعية من أداء دورها، أصبح استخراج بطاقات العضوية ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية بمقار النقابات الفرعية، وكذا استخراج شهادات القيد وختم بطاقات الرقم القومي وسداد الرسوم بالدفع الإلكتروني. ولا شك أن هذا النهج قضى على التكدس والزحام بالقاهرة بعد إتاحة إنجاز طلبات المحامي من مقر إقامته دون تكبده عناء السفر. يعني في الزحام زي ما انا شايف كده، ما يعني كله بيقدم وبيمشي على طول، ما بيستناش. كارنيه 23 ما خدتش والله ربع ساعه، عملت تعديل قيد وعملت البطاقه العلاجيه. الميكنه وفرت علينا جهد كبير قوي. اجراءات عمل الكارنيه وعمل البطاقه العلاجيه سهل وسريع وميسر. وفي مرحله متقدمه يخطط النقيب العام الى اطلاق منصه الكترونيه متصله بالمحاكم ومنصات وزارة العدل، واستخدام أبليكيشن لسداد الاشتراكات وتوصيل الكارنيه لمكتب المحامي عبر الشحن، ودخول المحامي للمستشفيات بدون خطابات من إدارة العلاج عن طريق موبايل أبليكيشن. ومن خلال لقاءاته المتكررة مع وزير العدل، تم التركيز على قضايا زيادة الرسوم والمقابل المالي للخدمات المميكنة وتطوير النماذج المؤمنة ورسوم الشهادات، كما تم التوصل إلى تفاهم لمكافحة تزوير دمغة المحاماة وتوفير مساحات استراحات للمحامين بالمحاكم وتوسيع نطاق القيد الإلكتروني للدعاوي والتحصيل الإلكتروني للرسوم.